تابعي قناة جديد العروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غتشوفوا مجموعة من العروض والتخفيضات اللي تتواجد بجميع متاجر أسواق السلام. وبالنسبة لهذا العرض راه تتواجد حاليا وتستمر حتى 21 فبراير. ونبداو على بركة الله. بالنسبة اللي تسول على المدن اللي تتواجد بها أسواق السلام، أسواق السلام تتواجد بمدينة الدار البيضاء وأكادير، الصويرة، مراكش، محمدية، الرباط، تمارة، نيطرة، وجدة، طنجة. وما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو تهبطوا لتحت دعمونا بزر الاعجاب وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ونبداو باول منتوج. معنا الطنجرة هذه كتهز 7 لتر، دايرة 500 درهم، يعني 10 آلاف ريال. من قبل كانت ب 15 ألف ريال، 750 درهم. كاين معنا جموع جفيف الشعر اللي داير 130 درهم، 2600 ريال. من قبل كان ب 300 درهم، 6 آلاف ريال. كاين معنا الطابيغولو دايرة ب 1999 درهم، يعني 40 ألف ريال. من قبل كانت ب 3 آلاف درهم، يعني 60 ألف ريال. كاين معنا هاد البلاك هدا داير 1300 درهم، يعني 26 ألف ريال. من قبل كان داير 1800. كاين معنا هاد الغسالة هادي عادية، سعد 0.8 كيلوغرام، دايرة 1600 درهم، يعني 32 ألف ريال. كاين معنا هادي أوتوماتيك دايرة 3000 درهم. كاين معنا هاد الغسالة هادي تاهي 9.8 كيلوغرام أوتوماتيك، لا مارك رويال، دايرة 3800 درهم، يعني 66 ألف ريال. كاين معنا هاد الغسالة أوتوماتيك لا مارك رويال، 9.8 كيلوغرام، يعني قريب 10 كيلوغرام، دايرة 3800 درهم. من قبل كانت ب 4300 درهم، يعني دايرة 76 ألف ريال. كاين معنا هادي ديال كاندي 7 كيلوغرام، دايرة 70 ألف ريال، 3500 درهم، حتى هي كانت ب 4300 درهم. كاين معنا هاد العجانة ديال الطويس دايرة ب 1000 درهم، كانت من قبل 1400 درهم، كاباسيتي ديالها 5.5 لتر. كاين معنا هاد العصارة ديال الحواميض حتى هي ديال الطويس دايرة 100 درهم، من قبل كانت 170 درهم. والبانيني دايرة 260 درهم، يعني 5010 درهم. كاين معنا هاد مولينيكس هادي دايرة ب 500 درهم، يعني 10 آلاف ريال. بغيت أي واحد تيشاهد هاد الفيديو يهبط لتحت يضغط على الزر ديال الإعجاب ويشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلو ديما الجديد. واللي عنده شي تساؤل ولا استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات، واللي فايتلو مجرب شي منتوج من هاد المنتوجات يقول الرأي ديالو في التعليقات باش كلشي يستافد. وشكرا لكم. كاين معنا هاد الفرن هاد الكهربائي داير 600 درهم، والمكنسة الكهربائية دايرة 800 درهم. كاين معنا هاد اللوح ديال المطبخ داير 3000 ريال، 150 درهم. من قبل كان 5000 ريال، كان 250 درهم. كاين معنا هاد الغلاي كهربائي داير 100 درهم، ناقصين فيه 50%، حتى هو كان 200 درهم. كاين معنا هاد الموب دو غونجمون تتكون من 4 ديال الطوابق داير 115 درهم، يعني 2300 ريال، من قبل كان 160 درهم. كاين معنا هاد المجفف هذا داير 95 درهم. بالنسبة للطاولة الطي دايرة 160 درهم. كاين معنا هاد لونسومبل هدا داير 50 درهم.
كما قلنا الإخوان، هذه العروض راه متواجدة حاليا متاجر أسواق السلام، وتستمر حتى 21 فبراير. كاين معنا هذا المقلاة إلكتريك دايرة 550 درهم، يعني 11000 ريال. كاين معنا هذا الغطاء، هذا داير 130 درهم، فيه متر ونص على 2 متر. وكاين معنا هذا حتى هو بنفس الحجم، داير 200 درهم، وهذا الغطاء هذا داير 320 درهم. كاين معنا هذا الغطاء داير 180 درهم، بالنسبة للطول فيه 2 متر و20، والعرض 1.5 متر، 1.50 متر. كاين معنا هذا فيه 1.80 متر على 2 متر و20، تيبقى 260 درهم، وهذا فيه 2 متر و40 على 2 متر و20، وتيبقى 360 درهم، 7200 ريال. وهذا بنفس الحجم حتى هو 2 متر و20 على 2 متر و40، تبقى 300 درهم، من قبل كان ب 550 درهم، يعني 11000 ريال، تبقى ب 6000 ريال. كاين معنا الطاولة هذه دايرة 90 درهم، 1800 ريال، من قبل كان 200 درهم، 4000 ريال. كاين هاد السلة المعاملات 7 لتر في الكاباسيتي ديالها، تدير 25 درهم، وهذه الصغيرة تتبقى ب 5 دراهم. كاين معنا هاد السلة المهملة حتى هي الكاباسيتي ديالها 10 لتر، دايرة 35 درهم، 700 ريال. كاين معنا هاد المقلاة هادي دايرة 25 درهم، كاين معنا هاد ليمون 3 بيهم تيمشيو ب 120 درهم، من قبل كانوا 190 درهم. كاين معنا عاوتاني هاد لونسومبل هذا ديال المطبخ تيمشي ب 100 درهم، من قبل كان 150 درهم. اللوح ديال التقطيع تيبقى ب 12 درهم. بالنسبة لهاد القريعات ديال التوابل تيبداو ب 10 دراهم، الكبيرة تدير 15 دراهم. بالنسبة لي تيسولو على التلالج، كاينة هادي ديال بيكو دايرة 7699 درهم، فيها 480 لتر. بالنسبة للسلك ديال الضوء ادو بليس كاينة هادي ديال كاندي دايرة 5599 درهم، يعني 112000 ريال، حتى هي 420 لتر. بالنسبة للسلك ديال الضوء حتى هي ادو بليس. اما هادي ديال السيرة فيها 190 لتر، دايرة 2590 درهم، 52000 ريال. كاين معنا هاد المدفأة الكهربائية هادي دايرة 250 درهم، 5000 ريال، وهادي حتى هي بنفس الثمن تتبقى ب 5000 ريال، وهادي ديال رويال تتبقى ب 159 درهم، يعني 3200 ريال.
ما تنساوش الا عجبكم هذا الفيديو تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وفضلا وليس امرا هبطوا لتحت ودعمونا بزر الاعجاب. اللي عنده شي تساؤل ولا شي استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات. اللي فايت له جرب شي منتوج من هاد المنتوجات قول الرأي ديالو في الخانة ديال التعليقات باش كلشي يستافد. وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، نخليكم تكملوا باقي العروض. ما تنساوش اللي عجبكم هذا الفيديو تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وفضلا وليس امرا هبطوا لتحت ودعمونا بزر الاعجاب. اللي عنده شي تساؤل ولا شي استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات. اللي فايت له جرب شي منتوج من هاد المنتوجات قول الرأي ديالو في الخانة ديال التعليقات باش كلشي يستافد. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.